السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا قناة الوصفة. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة باش غادي نزوقوا العقدة الجكر الموردة من الفوق اللي سبق لي درت في الفيديو اللي داز، الرابط أسفل الفيديو. غادي نحتاجوا الإبرة وخيط مغاير أو ممكن عمل نفس اللون حسب الرغبة. غادي هاي العقدة اللي ديجا صايبنا، بسم الله على بركة الله غنبداو نزوق. بالنسبة للزواق راه ساهل، غادي نخشيو الإبرة من هنا، بسم الله غادي نخرجوها من هاد الجهة كما كنشوفو. ها هي من فوق هاد الثلاثة اللي حدا هادو، بسم الله كما كنشوفو هنا. ها هي ونبدا ندور على نفس الخيوط، هاهما هاد الثلاثة. هيا نفس الطريقة، نديرو ربع دورات خمسة وحسب الرغبة. إذن كما كنشوفو هنا ها هما، ها هما الدورات. بالنسبة لي هنا أنا غندير خمسة دورات. إذن كما كنشوفو هنا ها هما ربع الدورات، ها واحد جوج ها ثلاثة ها ربعة. بالنسبة للخامسة غندخلو من هنا ونخرجوه من هنا. أنا غندور العقدة باش تفهمو. ها هي غندخلو هادي الخامسة، غندخلو من هنا ونخرجو من الجهة الأخرى. ها هي باش ندورو تاني عليهم نفس الشيء، نفس الخطوات اللي عملنا في الاول. اذا ها هما خمسة، نبداو ندورو في الجهة الاخرى. بسم الله دير نفس الشيء. هايا ها جوج، ها الثالثة، ها الرابعة، والخامسة ندخلو من هنا كما كنشوفو. هاي الخامسة ها هما خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وندخلوه من هنا ونخرجوه من هادشي باش نبداو ندورو تاني على جهة أخرى، ونبقاو غاديين بنفس الطريقة. ملي كتعقد لي الخيط ندير ليه هكا، نديرو شوية. بالنسبة لهاد الخيط راه مبروم ومفور، ضروري يكون مفور. نبدا نفس الشيء هاللولة، نعملو نفس الشيء. اذا كما كنشوفو هنا ها هما خمسة دورات، ها واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، ندخلو تاني من هاد الجهة ونخرجو من الجهة الاخرى ونبداو ندورو. نبداو ندورو على هادي حتى هي خمسة دورات. اذا كما كنشوفو هنايا ها هما اربعة دورات، ها هي الخامسة، ندخلو نكملوا الدور الخامسة. هيا اذا هذه اخر دورة، غندخلوا الخيط من هنا ونخرجوه لتحت كما كنشوفوها. هو دخلنا من هاد الجهة ونخرجو لتحت، بسم الله. هو
إذن ها هي الوردة من بعد ما سالينا جميع الدورات ودخلنا الخيط من البلاصه اللي شفنا، ها هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى تنال اعجابكم، نتلاقاو في فيديو اخر وفي زواق اخرى ان شاء الله. ما تنساوش عمل جيم للفيديو ومشاركه الفيديو ومشاركه على قناتنا في اليوتيوب للتواصل بالجديد ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا العقدة ديال اليوم وتنال اعجابكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.